عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما في ليلة من الليالي، خرج من بيته جائعا لا يجد في بيته ما يأكله، فلما صار في الليل يبحث عن بيت من البيوت كي يطعموه، وإذا به يرى أبو بكر، قال: يا أبا بكر، ما الذي أخرجك في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ قال: يا رسول الله، والله ما أخرجني من البيت إلا الجوع. قال: حتى أنت يا أبا بكر خرجت من الجوع؟ فصار أبو بكر ورسول الله في الليل الناس نيام، وأبو بكر ورسول الله يبحثان عن من يطعمهما، وإذا بهم يلقيا في الطريق من؟ عمر. قال: رسول الله، يا عمر، ما الذي أخرجك في الليل؟ قال: يا رسول الله، والله ما أخرجني إلا الجوع. رسول الله وأبو بكر وعمر يسيران في ليلة مظلمة لا يجدان طعام ما أخرجهم إلا الجوع، فجاء رسول الله إلى بيت من؟ إلى بيت رجل من الأنصار، فدق الباب، فخرج له الرجل، قال: أهلا برسول الله، أهلا بأبي بكر، مرحبا بعمر. فأجلس رسول الله وأبو بكر وعمر، ثم جاء بالماء البارد ووضعه أمام رسول الله، ثم جاء بشاة فذبحها، ثم قام بشيئها فقدمها إلى أبي بكر وعمر ورسول الله، فأكل رسول الله حتى شبع، وأكل أبو بكر حتى شبع، وأكل عمر حتى شبع. فلما انتهوا نظر رسول الله إلى الماء البارد وإلى الشاة المذبوحة، ثم نظر إلى أبي بكر وإلى عمر، قال: والله والله لتسألن يومئذ عن النعيم. أبو بكر وعمر ما أخرجهم إلا الجوع، شربوا ماء بارد، يقول لهم رسول الله: والله لتسألن يومئذ عن هذا النعيم. أما يسمع هذا الكلام لصوص أوطاننا ممن يأكلون ويشربون وبطون الجوع تتضور جوعا وألما؟ أما يسمع ذلك أصحاب النعم؟ أما يسمع ذلك الأغنياء الذين لا يدرون خبرا عن الفقراء؟ أما يسمع ذلك ولاة أمورنا وحكامنا ووزرائنا الذين تقدم لهم موائد لا يرى أولها ولا يرى آخرها، والفقراء ما زالوا يأكلون من القمامة ماء بارد شربه رسول الله؟ قال: والله لتسألن يومئذ عن هذا النعيم. ونعيم أوطاننا الذي يستثمر به في بلاد الغرب، لكننا لا نقول إلا: أين أنت يا رسول الله؟